وأتذكر اليوم اللي كان في شهر 5 2021 مع ارتفاع نسبة الإصابات. لو بقارن نسبة حاجة المرضى أو المصابين إلى الدخول إلى مراكز العلاج أو لقدر الله احتياجهم إلى العناية المركزة أو بعيد الشر يعني حدوث حالة وفاة ما بين شهر 5 2021 وما بين إحنا اليوم يناير 2022، أتوقع يعني الأرقام تتكلم عن نفسها. فرق شاسع ما بين حاجة المصابين في الوقت الحالي إلى دخول مراكز العلاج. طيب شنو الفرق؟ الفرق هو إن وصلنا إلى نسبة عالية جدا إلى التطعيم.